ولسه مستمرين معاكم في اخبار اون تايم، ونكمل اخبارنا المحليه ونروح بقى سريعا الى القلعه الحمراء، وتحديدا مع فريق الاهلي اللي نجح ان هو يواصل انتصاراته بالفوز على الاسماعيلي في الجوله الماضيه من الدوري بثلاث اهداف مقابل هدف. يمكن بيبحث مارسيل كولر المدير الفني للاهلي مع معاونيه خوض مباراه وديه او اكثر خلال فتره توقف الدوري بعد استئناف التدريبات الجماعيه بدءا من يوم السبت المقبل، وده اكيد من اجل تجهيز لعبته للمنافسه القادمه بعد انتهاء الاجنده الدوليه للحفاظ على حساسيه المباريات اللي وصل اليها اللاعبين قبل فتره التوقف الدولي. بيبحث كولر عن اعضاء جهازه مع عفوا اعضاء جهازه المعاون على امكانيه طبعا خوض مباريات وديه في فتره التوقف مع فرق من الدوري الممتاز او مع فرق ناشئين كما هو معتاد، من اجل اكيد تجهيز اللاعبين الاحتياطيين ومنحهم نفس الحمل البدني اللي بيحصل عليه اللاعبين الاساسيين والدوليين. بيواجه الاهلي سيمبا التنزاني في تنزانيا يوم 20 اكتوبر الجاري في ربع نهائي بطوله الدوري الافريقي، وتقام المباراه العوده بين الاهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 اكتوبر في القاهره. كمان في حال كده تخطي الاهلي عقبه سيمبا سيواجه الفائز من مباراه سان داونز وباترو اتلتيكو في دور نصف النهائي. لسه مع اخبار النادي الاهلي، وكمان اقترب رامي ربيعه لاعب الاهلي من العوده للمشاركه في التدريبات الجماعيه بعد انتهاء فتره الراحه اللي حصل عليها اللاعبين عقب الفوز من مباراه الاسماعيلي بعد ما غاب عن مباراتي امبي والاسماعيلي بسبب الاصابه بخراج في القدم. بيخضع رامي ربيعه للفحص الطبي بعد عودته للاهلي لاستئناف التدريبات يوم السبت المقبل على ملعب مختار التتش، بعدها كده يتحدد موقفه من الانتظام في التدريبات الجماعيه، وهيحدد كمان موعد انتظام رامي ربيعه في التدريبات الجماعيه موقفه من السفر مع بعثه الاهلي في رحله السفر الى تنزانيا لمواجهه سيمبا التنزاني. على صعيد بقى خطة تدعيم الفريق في الانتقالات الشتوية، بيدرس السويسري مارسيل كولر استعادة محمد المغربي المعار لصفوف سموحة. طبعا الأهلي كمان بيدرس بقوة استعادة مغربي وقطع أعارته من سموحة بقرار من كولر. الأهلي بيفاضل بين مغربي أو الاستعانة بعنصر آخر، خاصة إلى أن اللاعب يفضل البقاء في سموحة خوفا من عدم مشاركته مع الأهلي، خصوصا أن اللاعب عايز يكون بيشارك بشكل مستمر من أجل الانضمام لصفوف المنتخب الأولمبي في أولمبياد باريس 2024.